تواصل الحملة التضامنية لمؤازرة ومساندة أفراد الجيش، وفي هذا الإطار قدمت التعاونية منتجي وموزعي الدهون النباتية في تشاد 200 جالون زيت. بحسب الاستطاعة اللي عندنا وكل نين نكونين كل نجو ونشاركوا زي ما أخيانا جوش شاركوا معهم، ربنا يساعدهم إن شاء الله. النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة اللواء طوفة عبد الله عيسى عبر عن امتنانه للتعاونية على هذه المساعدات. كل صراحة المجتمع التشادي ما قصروا، ولا مرأة ولا راجل ولا كبير ولا صغير، وكلهم جهنا وأقضوا لنا يعني تضامنهم معنا مواقفهم. جمعية لاميفورتين لم تقف هي الأخرى مكتوفة الأيدي، وانضمت إلى موكب الجمعيات والمنظمات المدنية لمساعدة الجيش عبر تقديم مواد تموينية. أنينا شلنا الفكر ده عشان نجوبوا مساندتنا لأخواننا القاعدين بحاربوا بثمن أنا أرواهم ضد الإرهاب، وعشان لنا أننا بضمن لنا عافية والسلام، عشان ده أننا دائما قاعدين بجانب هنا القوات هنا الدفاع وهنا الأمن القاعدين بحاربوا لمصلحة عندها معنى وعندها شرف للتشاد. أما الجمعية التشادية للسلام ومكافحة الإرهاب فقد اختارت شكلا مختلفا للتعبير عن تأييدها للجيش، حيث قدمت شهادات شكر وعرفان إلى رئيس الجمهورية وإلى أفراد الجيش تقديرا لأرواحهم ودمائهم التي بذلوها فداء للوطن. نشيد بدور قواتنا المسلحة على رأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة على دوره البطولي في دحر الإرهاب وإحلال السلام، ونترحم على أرواح الشهداء من قواتنا المسلحة الذين سقطوا في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن ومقدراته. فكم نحن فخورين بهذا الدور، الحقيقة ضربوا أحسن مثل في الشجاعة والإقدام. النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة اللواء طوفة عبد الله عيسى وصف هذه الشهادات بالقيمة. يعني هدايا شهادات قيمة تكون في محطوطات مكتب القائد العام للقوات المسلحة وأيضا عند الرئيس، كله إن شاء الله اتصلها. جوتوا منفردين من كل الأتوا علينا، يعني فعلا جابوا أشياء مادية وعذرونا بخشوم، لكن ما جوتوا بها أنتوا عند مستقبل كبير، عند فالير في المستقبل حتى يصل الأجيال القادمة إن شاء الله. إن هذه الوقفات التضامنية ترفع من الروح المعنوية للجيش الوطني وتؤكد وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الإرهاب.